مسكين كان عيان مرض وفي الاخر مسكين بقى في الدار ما كيخرجش ما لانه ولا عيان هذا الشيء علاش مسكين. ايوا الله يرحمه احسن الي يا ولدي. كنت ندوي مع مراته في التليفون صافي ملي كنسولها عليه حتى انا ما كنقدرش نجي شويه عيانه حتى انايا هذا علاش وليدي داكشي ديال الله تبارك وتعالى الحمد لله والشكر ليه لله ما اعطى ولله ما اخذ ما عندنا ولدي ما نديروا القدر ديال الله. كان حميد عزيز ولد عمي بحال خويا واكثر من خويا والله يرحمه ويحسن اليه الله يرحمه ويحسن اليه الله يجعل متواه الجنه والحمد لله والشكر ليه ان اعطاه الله تبارك وتعالى مراته برات بيه وقفت معاه ما خلات ما دارت عليه وليداته الله يجزيهم بخير كل خير يا ولدي